من ضمن الاستخدامات التانية اللي لقيتها حلوة جدا للعلبة دي، بما انها فيها شبكة من تحت، فانا ممكن احط فيها زي ما انتوا شايفين كده، ده حوالي نص كيلو خيار، ممكن جزر، ممكن كوسة، يعني لو انا عندي كمية قليلة من الخضار ممكن احطها فيها بالمنظر ده. ممكن احط برضو مثلا لو عندي شيري توميتو، لو عندي ليمون، كل الحاجات دي ممكن تبقى حلوة قوي، لان الشبكة اللي تحت دي بالظبط زي المصفى، فالمية لو نزلت من الخضار بعد لما يتنفس هتبقى تحت المصفى دي. مساء الخير. هنشرح مع بعض القطعة دي اللي هي نازلة معانا في العروض، شيالة المخلل، بس انا بقول ان احنا ممكن نستخدمها لاكتر من حاجة. قبل اي حاجة انا عايزة بس نعرف السعة بتاعتها. احنا عارفين انها لتر واتنين من عشرة، لتر و200 ملي. طيب ازاي نقدر نشوفها مظبوط المقاس؟ انا عندي دي ازازة لتر، وعندي هنا الخفاقة انا مليها لغاية 200 ملي، فهشوف بالظبط في العلبة. ده لغاية هنا ده اللتر، وبعدين طبعا هي للحافة خالص، يعني 200 ملي اللي هو السعة بتاعتها لغاية هنا.